ايه اللي بيحصل وايه الموضوع بالظبط؟ النائب نشأت فؤاد هاجم وزير الصحة هجوم شديد في البرلمان، وهاجمه بخصوص انه الأدوية ناقصة. فوزير الصحة قال له أنا عندي أولويات، يعني أنا لازم أستورد الأول مثلا لمرضى السرطان قبل مرضى السكر. طب ما هم دول مهمين ودول مهمين. طيب أنا معايا دلوقتي على الهاتف النائب نشأت فؤاد عضو البرلمان. أهلا وسهلا يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. وفي البداية برحب بيك وبمس على المشاهدين حضرتك الكرام. أهلا بيك. وأنا تحت أمر سعادتك فندم معاك. طيب فهمنا إيه اللي بيحصل بالظبط، يعني حضرتك هاجمت وزير الصحة في البرلمان وهاجمته انه الادويه مش موجوده وخاصه الادويه الخاصه باصحاب الامراض المزمنه. فهمنا بالظبط ايه اللي بيحصل. طبعا يعني هناك اختفاء لبعض الاصناف الدوائيه المعالجه مثلا لعدد كبير من الامراض المزمنه مثل الضغط والسكر والغده والكلى، بجانب برضه حضرتك في نقص شديد في ادويه التخدير وبنج الاسنان والبنج الكلي وادويه الافاقه، وده سعادتك بدوره بيهدد بإجراء العمليات الجراحيه للمرضى، وبالتالي في زياده في قوائم الانتظار بالمستشفيات. واحنا عملنا اكثر طلب احاطه مع السيد الوزير وناقشنا معاه هذا، وكان رده ان هو في اولويات. طبعا انا شايف ان الصحه ما فيهاش تجزئه، ما ينفعش اقول لك انا هجيب الدواء بتاع الضغط والسكر بتاع السكر، طب ما المريض كده هيعاني. فطبعا سمعت هاتك الراي بتاع سياده الوزير معانا، وطبعا احنا برضو مش هنسكت، يعني هنفضل برضو نقدم طلبات احاطه لحد ما يعني نعدي الازمه دي. يعني هل الموضوع انت شايفه ان هو خطير وابتدى خلاص يعني واصل للشارع بشكل كبير جدا يا فندم؟ احنا عندنا دلوقتي نقص في الادويه. طب شايف شايف التقصير من عند مين؟ بص يا فندم، هو التقصير طبعا عشان في ازمه الدولار، فطبعا مش هننكر ان الازمه دي يعني كله بيعاني منها، ومش على مستوانا احنا، على مستوى العالم النقص في العمله، فطبعا ده دوره مؤثر على الدور الاستيرادي. فشايف برضو ان المفروض الدوله يا فندم يكون لها دور، الدور بقى اللي انا بقول دي الصراحه بانشاء شركه وطنيه تكون المسؤوله عن استيراد المواد الخام الادويه من خارج مصر. حتى ممكن نحط سعر مناسب، ممكن نتحكم في السوق، يبقى سعر الدواء يعني لما الحكومه هي تكون مسؤوله، هي اللي تحدد الدواء. انا اللي اعرفه ان مصر بتمتلك يعني 176 مصنع للادويه. بالظبط كده، وبننتج حوالي 92% من الادويه بتاعتنا. في عندنا حوالي 8% من 8 ل 10، ده اللي هو النقص. وده يعني انا شايف ان هو ادويه خطيره، يعني مستلزمات العمليات العظام، طبعا السكر، طبعًا. الحاجات اللي هي المزمنه. وده المزمن هو الشعب المصري تقريبا 40% عنده سكر. فما ينفعش اقول 40% مش هجيب لكم ادويه، عشان عندي مثلا نقص في الدولار هجيب ادويه السرطان. زي ما قلت لحضرتك ان الصحه ما فيهاش تجزئه. طبعا الصحه ما فيهاش تجزئه. طيب هل مثلا اتقالت حلول في البرلمان؟ هل وزير الصحه قدم حلول؟ والله يا فندم طبعا النواب لما شافوا الازمه، والازمه دي بتمس المواطن، كل النواب بلا استثناء اتكلموا على الموضوع دوت، لان الموضوع دوت مش بيخصني ولا بيخص حضرتك، ده بيخص كل المواطن المصريين. برضه معالي الوزير وعد ان هو هيدرس وهيشوف حلول، لان الموضوع ما يتحملش. يعني الموضوع مش موضوع مثلا يقول لك والله هستورد اكل جبنه، لا هات نوع ثاني، خد دي مدينه، لا دي ادويه، انا ملتزم بدواء هاخده. وبعدين برضه في ثقافه عندنا بعض الشعب المصري، عنده ثقافه ان الدواء المستورد ده الماده الفعاله دي اقوى من المصري. طب ودي ثقافه حقيقيه ولا ثقافه مش حقيقيه؟ يا فندم يعني هل الماده الفعاله في الدواء المستورد بتكون اقوى؟ حضرتك احنا كل المواد اللي احنا بنستوردها كله بنستورد، الماده اللي احنا بنصنع بيها كلها بنستوردها. فانا شايف النسبه يعني نسبه مش متفاوته، مش نسبه تذكر. يعني الدواء التصنيع المحلي انا شايف انه قريب جدا من المستورد. بشكرك جدا نائب نشأت فؤاد عضو البرلمان.